كما شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على محافظة عدن، وأفادت مصادر محلية أن غارات العدوان استهدفت مدينة المعلا والتواهي وكريتر وشارع المطار في المدينة. إلى ذلك حقق الجيش واللجان الشعبية انتصارات نوعية ضد عناصر القاعدة ومسلحي هادي في محافظة عدن، وتمكنت من استعادة السيطرة على مدينة المنصورة. وأوضح مصدر عسكري أنه رغم الغارات التي شنها طيران العدوان السعودي خلال 3 أيام الماضية والتي وصلت إلى أكثر من 150 غارة، إلا أنها لم تعق تقدم قوات الجيش واللجان الشعبية وتحقيق انتصارات ضد عناصر الإرهاب وميليشيات هادي ومرتزقة السعودية. وأشار المصدر إلى أن حصيلة القتلى في مديرية خرمكسر بلغت 175 قتيلة. التقى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف عوض الزوكا ومعه الأمينان العامان المساعدين.